أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي طلاب الثاني الثانوي. درسنا اليوم درس قواعد بعنوان النسبة. لنبدأ بقراءة الأمثلة. أبو القاسم الشابي شاعر تونسي تغنى بالمرأة فقال: أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود. نلاحظ إضافة ياء مشددة إلى اسم إلى اسم البلد الذي ينتمي إليه الشاعر وهو تونس. ماذا نسمي هذه الياء؟ نسمي هذه الياء ياء النسبة، وتدل النسبة على إلحاق شيء بشيء آخر ونسبته إليه، كقولنا بأن الشاعر تونسي، فتونس منسوب إلى بلد معين، فتونسي منسوب إلى بلد معين وهو تونس، وهو بلد الشاعر. الآن أيضا لدينا كلمة أخرى عبقري، وهو اسم منسوب إلى عبقر. الآن إذا جردنا هذا الاسم المنسوب من الياء المشددة تونسي تصبح تونس، أيضا عبقري إذا جردناها من هذه الياء المشددة تصبح عبقر. وهذه الياء نسميها ياء النسبة، وهي ياء مشددة مكسور ما قبلها. طبعا نلاحظ أن الاسم المجرد هو تونس وعبقر، وهذا الاسم المجرد من الياء يسمى منسوب إليه، وعندما تلحقه الياء يسمى اسما منسوبا. الآن لنطبق بمثال آخر. الاسم المنسوب إليه دمشق، نريد أن ننسب إليه، فنضيف هذه الياء ياء النسبة الياء المشددة المكسور ما قبلها، فنقول دمشقي. أيضا وطن هو اسم منسوب إليه، سوف نلحق به هذه الياء المشددة المكسور ما قبلها، فنقول وطني. ولا بد من التنويه إلى أن النسبة تكون للإسم المفرد، لذلك يجب أن نعيد المثنى والجمع إلى مفرده عند النسبة إليه. فكلمة كتب هنا هي كلمة هي جمع، لذلك نردها إلى المفرد فنقول كتاب، ثم ننسب إليها، فالإسم المنسوب منها كتابي، ألحقنا الياء المشددة المكسور ما قبلها إلى المفرد من الإسم. عندما كان جمع حولناه إلى المفرد ثم نسبنا إليه. والآن لنستنتج تعريف النسبة. النسبة هي إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم وكسر ما قبلها. يسمى ما تلحقه الياء اسما منسوبا، ويسمى الاسم المجرد من الياء منسوبا إليه. الآن لدينا تطبيق. قال أبو القاسم الشابي: وطيور سحرية تتناغى بأناشيد حلوة التغريد، وحياة شعرية هي عندي صورة من حياة أهل الخلود. الآن سوف نستخرج الاسم المنسوب من هذه الأبيات. في البيت الأول كلمة سحرية، إذا لحقت بهذا الاسم الياء المشددة المكسور ما قبلها. الآن حتى نستطيع أن نستخرج المنسوب إليه يجب أن نجرده من هذه الياء فيصبح سحر. في البيت الثاني لدينا كلمة شعرية، أيضا يجب أن نجرده من هذه الياء لنحصل على الاسم المنسوب إليه وهو كلمة شعر. والآن لننتقل إلى مثال آخر. طبعا سوف نتعرف الآن على طرائق الاسم المنسوب تبعا لنوع الاسم. مثال الأول: تنقسم آيات القرآن إلى مكية ومدنية. الاسم المنسوب هنا الذي لحقت به الياء المشددة المكسور ما قبلها هو كلمة مكية. طبعا هو من اسم مأخوذ من مكة، إذا المنسوب إليه هو مكة. نلاحظ أنه اسم انتهى بتاء التأنيث الزائدة المربوطة، نسبنا إليها فقلنا مكي. ما التغيير الذي طرأ هنا؟ التغيير أننا حذفنا التاء المربوطة وألحقنا بالاسم ياء النسب مباشرة. ومن هنا نستنتج أن الاسم المختوم بتاء مربوطة نحذف تاءه عند النسبة. ننتقل إلى مثال آخر. تنقسم آيات القرآن إلى مكية ومدنية. الاسم المنسوب هنا هو كلمة مدنية. من أين أخذنا هذا الاسم؟
من كلمة مدينة. نلاحظ أن كلمة مدينة على وزن فعيلة، وطبعا على وزن فعيلة. ما التغيير الذي طرأ على هذا الاسم عند النسبة إليه؟ التغيير أننا حذفنا منه التاء عند النسبة وفتحنا الحرف الذي قبلها، كما نحذف التاء المربوطة فيصبح على وزن فعلي، مدينة مدني. طيب الآن نستنتج الاسم على وزن فعيلة غير معتل العين أو مضاعفها، نحذف منه الياء عند النسبة ونفتح ما قبلها، كما نحذف التاء المربوطة فيصبح على وزن فعلي. الآن لدينا أسماء أخرى على وزن فعيلة، ولكن لنلاحظ هنا طويلة هو اسم معتل العين، جليلة هو اسم مضاعف، هو اسم مضاعف العين أيضا. طويلة من مادة طولة، فحرف العلة هنا هو حرف الواو. ما التغيير الذي حصل عندما نسبنا إليه؟ لاحظوا، نقول طويلي، نقول طويلي. إذن هنا في هذه الحالة نحن لا نحذف الياء فننسب إلى طويلة فنقول طويلي. إذن نحن لم نحذف الياء، فقط حذفنا التاء المربوطة وألحقنا بالاسم الياء المشددة المكسور ما قبلها. ننتقل إلى جليلي، إذن هو اسم مضاعف العين، والدليل أن الحرف الثاني والرابع من جنس واحد وهو حرف اللام. أيضا هنا نحن لن نحذف الياء، فقط نحذف التاء المربوطة ثم نلحق ياء النسبة بالاسم فنقول جليلي. إذا نستنتج الآن أن الاسم إذا كان على وزن فعيلة وكان معتل العين أو مضاعفها لا نحذف الياء، فقط نحذف التاء المربوطة ونلحق الياء المشددة ياء النسبة المكسور ما قبلها بالاسم. ننتقل لمثال آخر، نتعلم القراءة في مراحل التعليم الابتدائية. الاسم المنسوب إليه في هذا المثال هو كلمة ابتداء، وهو اسم ممدود انتهى بهمزة، وهذه الهمزة أصلية والدليل بقاؤها في الفعل فنقول بدأ يبدأ. وعند النسبة إلى الاسم، هذا الاسم الممدود لم يطرأ على الهمزة أي تغيير، حيث بقيت على حالها وألحقت بالاسم ياء النسبة فنقول ابتداء ابتدائي. إذن ألحقنا بها ياء النسبة وبدون أي تغيير على الهمزة. الآن لدينا كلمة صحراء، ما الفرق بين صحراء وبين ما قبلها؟ نلاحظ أن في هذه الكلمة صحراء الهمزة هنا هي همزة زائدة وليست همزة أصلية. إذا كانت الهمزة زائدة وليست أصلية في هذه الحالة ماذا يجب أن نفعل؟ إذا أردنا أن ننسب إلى هذا الاسم الممدود المنتهي بهمزة زائدة وجب قلبها واوا ثم نضيف إليها ياء النسبة فنقول صحراء صحراوي. إذا أردنا أن ننسب إليها وجب قلبها واوا ثم نضيف إلى ما قبلها ياء وجب قلبها واوا ثم نضيف ياء النسبة فنقول صحراء صحراوي. أما إذا كانت الهمزة منقلبة عن واو أو ياء كلمة سماء، كلمة سماء في المضارع نقول يسمو من باب سموة، إذن فهي منقلبة عن واو. في هذه الحالة نستطيع أن نقلب هذه الهمزة ونستطيع أن نبقيها على حالها، إذن يجوز أن تبقى الهمزة ويجوز أن تقلب فنقول سمائي أو سماوي. إذن جاز أن تبقى الهمزة على حالها ثم نلحق بها ياء النسبة، وجاز أن تقلب واوا ونلحق بها ياء النسبة. ننتقل إجراء من الفعل يجري، إذن هي منقلبة هنا عن ياء، نستطيع إذن عندما تكون منقلبة أن تبقى هذه الهمزة ونلحق بها ياء النسبة بدون أي تغيير، ويجوز أيضا أن نقلبها فنقول إجرائي. إذن إجراء إجرائي أو إجراوي. الآن نستنتج الاسم الممدود نبقي الهمزة على حالها عند النسبة إذا كانت أصلية، إذا لم تكن أصلية وكانت للتأنيث وجب قلبها واوا. أما إذا كانت منقلبة عن واو أو ياء جاز قلبها أو تركها. الآن ننتقل لاستنتاج
قاعدة أخرى ومثال آخر: صادفت رجلا ديريا في دمشق. ماذا أقصد برجلا ديريا؟ أي أن هذا الرجل من مدينة دير الزور، فديريا منسوب إلى مدينة دير الزور. نلاحظ أننا ألحقنا ياء النسبة بالجزء الأول من الاسم المركب، فقلنا ديري. إذن الاسم المركب، طبعا هذا الاسم المركب هنا مركب إضافي. نطبق على مثال آخر: جاد الحق. إذا نلحق ياء النسبة بصدر الاسم أي بجزئه الأول، فنقول جادي. هذا في حال كان هذا الاسم اسما مركبا إضافيا. ماذا لو كان هذا الاسم مضافا بابن أو أب أو أم؟ في هذه الحالة ننسب إلى الجزء الثاني، فنقول فنلحق ياء النسبة بالجزء الثاني من الاسم. الآن نستنتج: الاسم المركب ننسب إلى صدره أي إلى جزئه الأول. الآن لدينا تطبيق: انسب إلى الكلمات الآتية. الآن سوف نطبق ما تعلمناه على هذه الأمثلة. عرب، إذن عرب هنا الاسم المنسوب إليه هو كلمة عرب. سوف نلحق ياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها فورا بالاسم، فنقول عربي. مدرسة هو اسم انتهى بتاء مربوطة، هنا وجب حذف هذه التاء ثم نلحق ياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها، فنقول مدرسي. إنشاء، هنا اسم ممدود انتهى بهمزة أصلية، هنا في هذه الحالة تبقى الهمزة على حالها ولا يحصل أي تغيير، ونلحق بها ياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها، فنقول إنشائي. حمراء أيضا اسم ممدود انتهى بهمزة، ولكن هذه الهمزة هنا زائدة، فحمراء الجزر حمراء. إذا طب هنا في هذه الحالة تقلب الهمزة إلى واو، فنقول حمراوي. رجاء، إذا هنا أيضا همزة، ولكن هنا هذه الهمزة منقلبة. هنا في هذه الحالة يجوز أن تبقى الهمزة على حالها ثم نلحق بها ياء النسبة، ويجوز أن تقلب أيضا، فنقول رجاء رجائي، بقيت على حالها ولم يحصل عليها أي تغيير، أو قلبناها إلى واو وقلنا رجاوي. الآن كلمة قبيلة. كلمة قبيلة على وزن فعيلة، إذا وليست معتلة العين وليست مضاعفة. أيضا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحذف الياء ونحذف التاء المربوطة وتصبح على وزن فعلي. إذا نحذف الياء ثم نحذف التاء المربوطة ونلحق بالاسم ياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها لتصبح على وزن فعلي، فنقول قبلي. حقيقة، إذا حقيقة أيضا على وزن فعيلة، ولكنها مضاعفة، فالحرف الثاني والرابع من جنس واحد وهو حرف القاف. هنا في هذه الحالة لا نحذف الياء، فقط نحذف التاء المربوطة ثم ننسب إليها ونلحق الياء المشددة المكسور ما قبلها، فنقول حقيقي. سعد الدين هو اسم مركب كما ذكرنا، مركب إضافي. هنا في هذه الحالة نلحق ياء النسبة بالجزء الأول بصدر هذا الاسم أي بالجزء الأول منه، فنقول سعدي. فنقول سعدي. ابن طالب هو أيضا اسم مركب، ولكن هنا اسم مركب سبق بابن، وكما تكلمنا ابن أو أم أو أب، هنا لا ننسب إلى صدر البيت، لا ننسب إلى صدر الكلمة، إلى صدر التركيب، بل إلى عجزه، إلى طالب الجزء الثاني منه، فنقول طالبي. إذا ألحقنا بها النسبة على الجزء الثاني من هذا الاسم المركب، فقلنا طالبي. والآن لنتذكر القاعدة معا ونقرأها. القاعدة العامة: النسبة إلحاق ياء مشددة في آخر الاسم وكسر ما قبلها. يسمى ما تلحقه الياء اسما منسوبا، ويسمى الاسم المجرد من الياء منسوبا إليه. إذن الاسم المنسوب هو ما تلحقه ياء النسبة،
أما الاسم المجرد هو الاسم الذي تجرد هو الاسم الأساسي المجرد من ياء النسبة. وطبعا ياء النسبة كما تكلمنا هي ياء مشددة مكسور ما قبلها. طبعا للنسبة طرائق تبعا لنوع الاسم يذكر منها الاسم المختوم بتاء مربوطة نحذف تاءه عند النسبة، الاسم على وزن فعيلة غير معتل للعين أو مضاعفها نحذف منه الياء عند النسبة ونفتح ما قبلها كما نحذف التاء المربوطة فيصبح على وزن فعلي. أما إذا كانت معتلة العين الكلمة أو مضاعفها لا نحذف الياء، فقط نحذف التاء المربوطة وننسب إليها إذن ونضيف ياء النسبة المشددة المكسور ما قبلها. أما الاسم الممدود وهمزته أصلية نبقي الهمزة على حالها عند النسبة، الاسم المركب ننسب إلى صدره جزئه الأول. وفي الختام شكرا لمتابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم من جديد، نستودعكم الله.